امتى لميا بقى قررت الهجوم؟ الهجوم بمعنى ايه ايه؟ الهجوم؟ الهجوم بقى بشغلها، الهجوم الهجوم على حد حسيت ان هو واقفلك او مش عايزك تعملي البرنامج او مش عايزك تنجحي. طبيعي جدا في اي مجال كل واحد بيبقى عنده ناس، لان النجاح مش سهل، طبعا مش حد بيوصل بسهولة كده الدنيا لذيذة وجميلة، لا لازم يبقى فيه تعب وفيه ناس عايزة توقع وناس بس انا بشوف في الحتة دي ان الهجوم ما تبقاش هجوم على الشخص. انت عايز طب هجوم تهجم، على فكرة امتى؟ انت عايز تهجم، اه اهجم بشغلك بنجاحك انك تعلى. طب انت امتى فاهم؟ قررت بقى لميا ان هي المرة دي انا هعمل بقى برنامج، عايزة ههجم بيه بقى هجمة اجيب جون يعني؟ مش برنامج، هو انت بتلاقي مثلا ايه، في حد ممكن يضايقك شوية، لو انتبهت له اعرف انك هتقع، هياخد من وقتك، ما توقفلوش، كمل كمل بقوة، عشان هو ده اللي هيخليه هنا يقف. الهجوم بقى، انا اكمل بقوة ده اللي هيخليه امتى يقف. بقى؟ لميا هجمت لا بقوة كتير، كتير، لا كتير طبعا. اقوى حاجة، اقوى هجمة بالنسبة لك؟ كان في كلام من القلب بدون دخول في تفاصيل يعني، ايوه اوكي. وانا قررت ان انا هعمل بومينج، فعملت ساعتها فكرة وعملت برومو كان جديد من نوعه يعني. حتى ساعتها في القناة يعني قالوا هو مفيش حد عمل برومو كده، اشمعنى هي؟ اوكي فانا كنت عاملة حاجة مختلفة تماما، انا خرجت بره الاستوديو وعملت فكرة وعملت تصوير بشكل معين وسجلت صوت، اه اوكي لان انا بحب قوي بحب الفي او، بحب اقول. فعملت حاجه كانت حلوه قوي، كان اسمها رمضان بطعم زمان. انا فكرت الناس برمضان بتاع زمان، فاكرين كذا، فاكرين كذا، اوكي فاكرين كذا، فاكرين كذا. لازم نشوف البرومو ده بقى، هوريهولك لما لازم نخلص.